ومشاهدينا نرجع نصبح عليكم من جديد ومع الشباب. ما في احلى من انه الواحد يستضيف شباب هيك ببدايه عمرهم ويحسهم قديش هم واعيين لكل قدراتهم وقادرين انهم يعطوا لوطنهم المزيد والمزيد. اليوم رح نحكي عن معسكرات الحسين للعمل والبناء، هاي المعسكرات اللي عم بتنمي قدرات الشباب وعم بتضيف لهم العديد، لكن انا مش رح احكي شو هي هاي المعسكرات ولا شو عم بتضيف لهم، لانه هم رح يحكوا لنا اليوم من خلال، طبعا رح نعرف اكثر من خلال ضيوفنا الكرام لهذا الصباح. أسيل الحجاحجه وهي مشاركه من مركز شابات العارضه، وايضا معنا ايمن الغنميين وهو مشارك من مركز شباب الشوبك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي. طبعا انا كنت بحكي معكم تحت الهواء وقديش كنت سعيده هيك بهاي الطاقه الايجابيه اللي عندكم اياها، هيك طاقه كثير رائعه. أسيل، يمكن انت اول سنه بتشاركي بمعسكرات الحسين للبناء. اول مره لي، بس من جد كانت من اروع المرات. نزلت على الفيسبوك هاشتاج اجمل معسكرات على الاطلاق، من جد لانها كانت التنظيم كل شيء كان راقي واكثر من راقي، كان كل شيء بتحسيه جد تنظيمه حتى رائع، يعني ما كنا نتحرك اي حركه الا يعني يكون مجهز لها من قبل، فكان جد من اجمل المعسكرات اللي حضرتها في حياتي يعني. كثير حلو. اما ايمن يمكن هاي السنه السادسه اللي بشارك فيها بهاي المعسكرات، ويعني انتم سنكم صغير، يعني اسيل سنه توجيهي، نتمنى لك اكيد التوفيق، وكمان ايمن خلصت السنه كمان توجيهي، الف مبروك ان شاء الله كمان بتكمل بمسيرتك. ايمن مشارك السادسه، يعني من المشاركه الاولى للمشاركه السادسه، شو بتحس انه اضافت لك هاي التجربه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. معسكرات الحسين للشباب أضافت لنا أشياء كثيرة في حياتنا، يمكن كانت أول مشاركتنا بالبداية حقيقة، مشاركة إنسان يعني ببحث عن أنه يملي فراغه، شاب مراهق صغير ببحث عن أنه يملي وقت الفراغ اللي عنده. لكن فيما بعد أثناء المشاركات المتوالية، يعني دقة التنظيم، كان في هناك يعني عمل على تضاريس الشاب من الداخل، يحاول يتم صقل قدراته بشكل يعني جدا جدا، يعني انا بعتبره هو عمل مميز من قبل وزارة الشباب حقيقة. خلال هاي المشاركات اضافت ان اول شيء انا يعني حظينا فيه انه الكم الكبير ودائرة الكبيرة من المعارف، لما انت تصير تعرف ابن من اربد وشاب صاحبي لك من عجلون، وانا حاليا اصلا يعني جاي من معسكر يعني وراح التحق فيه مره ثانيه، فحقيقه هذا الشيء بضيف لك معارف جديده، حتى انت بلدك بصير تعرف فيها اكثر. الشغله الثانيه انه المحاضرات التوعويه بالذات في معسكرات المبيت، يعني مثلا صح ايمن انت بمعسكرات المبيت واسيل بالمعسكرات النهاريه، لانه في نوعين من المعسكر. نعم. معسكرات المبيت يعني هي بتضيف لك شيء، اول شيء انه انت تتعرف حتى على الاشخاص بشكل اكثر، يعني بقول مثلا اذا بدك تعرف شخص سافر معاه، فانت لما انت تبيت معاه وتاكل وتشرب وتتعرف عليه وتشوف كيف حياته حتى الشخصيه، هذا الشيء حتى بنمي علاقتك مع الناس اللي حواليك، وبيجعل علاقه اخويه اكثر منها انها تكون رسميه، وانه احنا عندنا شغل وعندنا مبادرات وعندنا تطوع. لكن فعليا هي أول شيء بتضيف لك مهارات شخصية، في كثير من المحاضرات كانوا يعطونا إياها من مثلا مديرية الدفاع المدني، من الدرك، نشاطات يعطونا إياها صباحية مسائية، بالإضافة لمحاضرات تنمية بشرية. حلو. كثير المشاركة رائعة يعني ممتاز. أسيل المشاركة الأولى لإلك. لا أنا كنت بس كنت مشاركة من قبل، بس وأنا بعمر صغير يعني مو انا كبيره يعني، بس مش بنفس معسكرات الحسين. لا كانت تتبع لها، بس كانت تابعة يعني ما كانت اصلا بالوزاره. انا يعني قبل فتره كان معسكري بالوزاره اصلا ذاته يعني. تمام. طب احكي لنا كيف شاركتي بهذا المعسكر، لك هيك تجربه خاصه يمكن بالمشاركه؟ يعني كيف، زي صدفه. مديره المركز اللي عندنا بالسباحية رنت على ماما حكيت لها انه يعني لو اسيل حابه تيجي تشارك هيك، وهي مديره المركز بتعرف اني بحب اشارك هيك، فرنت على ماما حكيت لي، ماما اجت عليها غرفه فتحت الباب تحكي لي اسيل في معسكر بدك تروحي ولا لا؟ ولي العهد. حكيت لها ايش؟ فانا اختي اللي اكبر مني بسنه كثير تشجعنا انه ولي العهد وهيك، بس ما كنت متوقعه من جد اني اشوفه وجه لوجه واني احكي معاه كطبيعه
يعني كيف لما تكوني إشي، يعني هي بتصير لك إشي كثير حلو إنك بتكوني مفكرة حالك إنك أنت ولا إشي بالمجتمع، وبالعكس لما تروحي على المعسكرات بتصير لك إنه أنت كل المجتمع، إنك فرد مهم، أنت فرد بالضبط، أنت مش مجرد حدا عايش، مش رقم بالضبط، مش رقم على التعداد يعني. فبحكي لك، فأنا وأختي رحنا طبعا اول يوم انا احنا بالباص وبنحكي اللي اجى اخذنا وطلعنا، فبنحكي لها ملاك اسمعي المعسكر اذا مش حلو والله ما راح اجي ثاني يوم، وانا طبعا توجيهي يعني لازم ادرس، مش مود ابدا نضيع دراسه. فبتحكي لي خلاص، وانا اصلا مش كثير متشجعه، انا متاكده انه مش راح يجي ولي العهد، لانه دائما كانوا يحكوا لنا بالمعسكر انه راح يجي الوزير راح يجي، فدائما يجي حدا نائب عنه، فما كنا نتوقع انه نشوفه هو كشخص. فصار وعجبنا اول يوم هيك كثير تشجعنا، اول ما فتنا اعطونا طاقات هائله بصراحه، هم يحكونا انتم الشباب احنا كنا رح نكبر ورح نروح، انتم رح تبنوا المستقبل الاردن هيك، فمن جد اعطونا حماس رائع. ثاني يوم انا اجيت، وثالث يوم ودربونا على انه كل مجموعه او كل شيء كان لها يعني مسار، فكان عندنا عن التزام عن مش عارف ايش، وكان انا بجروبي كنت التيم ليدر لمجموعه المسرحيه الصامت، فكنا نمثل مشاكلنا احنا الشباب بطريقه صامته لحتى توصل للعالم كله. فانا كنت امثل مجموعتي، مثلنا ثلاث مشاكل من جد حصريه يعني بتعانيها احنا، وكنت اشرح قدام اللي عاد واجى الوزير، فمن جد هي مش بس تبني يعني شخصيتك كانت شخصيه، هي بتبني حياتك، بتصيري انت طموحك اعلى، بتكوني تفكري انك تصيري على سبيل المثال انك بس تصلي على مستوى دولتك، بتصير تفكري لا عالميا، الا انا اصلا في غيري كثير ناس وصلوا. فهي اصلا بتبنيكي بناء داخلي، يعني تفكيرك كله بتغير مجرد ما تشوفي ناس جديد، ما تطلعي سبحان الله، يعني هسه نشوف اكثر الناس اللي بتسافر بتحسي عندهم معرفه يعني صح، فهي كثير بتضيف اشياء انا كثير حابه، واكيد كل الناس اللي عم بتشوفنا عم بتحس قديش انتم شباب متحمسين، قديش عندكم هيك صار في طاقه من جوا، وهذا الشيء اللي احنا حابين انه نشوفه، ما بدنا نشوف احباطات، ما بدنا نشوف شباب متكل يمكن اكثر او اتكالي خلينا نقول. فكثير انا سعيده عن جد بوجودكم. ايمن، في تجربه كمان خاصه لك انت مع جامعه الدول العربيه، المعسكرات كمان قدرت انها ترسلكم يمكن خارج الاردن، احكي لنا عن تجربتك. حقيقه من خلال مشاركتنا بمعسكرات الحسين كمان مراكز الشبابيه، كنا دائما ابدا يعني نطمح لانه انت زي ما تفضلت اختي اسيل من قبل شوي، انه انت بتصير تبطل تفكر على مستوى نفسك، بعد فتره بسيطه هيك بتصير تحس انه انا لابد اني انا اخرج من الحلقه اللي انا فيها، انا صح. شخص كنت ضعيف في البدايه، لكن انا بصير لي مسميات جديده، في يعني انا لما اقعد مع نفسي بصير اقول انا مثلا رئيس، مثلا نائب رئيس الهيئه الاداريه لمركز شباب الشوبك، قائد في مبادره حقق سيدي ولي العهد، برضو لما اقعد مع رئيس اللجنه المهنيه في برلمان محافظه عمان. فبعد فتره انت بتصير تحس انه لابد انه انا ازيد اتطور انا شخصيا. فكانت يعني هي اجمل، يعني انا بعتبره من اجمل ايام حياتي حقيقه. كان في حكى معي رئيس المركز عندنا استاذ سالم الطور، بوجه له تحيه، حكى لي انه في عندنا اليوم شخص كثير مهم بده يجي، فيا ريت انه تكونوا موجودين ان شاء الله مشان نستقبله. انا بصراحه يعني طلعت قلنا شخص مهم يمكن يكون من الوزاره، موظف كبير الى اخره، فكان بصراحه يعني وشرفنا حقيقه في زياره ميدانيه اللي هو معالي الوزير الشباب رامي وريكات. فاول ما جلس لنا حكيت له انا لي تجربه، يعني سالني عن تجربتي، قلت له انا لي تجربه 4 سنوات في مجال العمل التطوعي، من ناحيه انه انا شغلي كنا نقدم نعمل طرود نوزع، في لي اكثر مبادره بشتغل فيها. نعم. فحقيقة حاب إنه يكون في إنه مشاركة يعني على صعيد أكبر، يا ريت. فحقيقة لما شاف التميز، وأنا يعني أشكره يعني على هذا الشيء، نسبكم حتى نسبنا تروحوا حتى على نروح على اللي هو القاهرة في الملتقى الشباب العربي الثالث للنشأ والطلائع. كان في أحد نشاطات المؤتمر أو اللي هو الملتقى، كان في 8 وفود عربية من ضمنها الأردن. فكان من احد النشاطات انه نروح جامعه الدول العربيه ونحكي عن موضوع الارهاب. قدمت اقتراح تمام باسم الوفد الاردني ممثل عن المملكه الاردنيه الهاشميه، مبادره اسمها يكون الاتحاد الشباب العربي لمكافحه الارهاب، بالتنسيق مع جامعه الدول العربيه، بالاضافه لانه بالتعاون مع وزارات الشباب في الدول العربيه. صح، يعني بدي ارجع اعيد واكرر قديش انا سعيده عن جد بوجودكم. يعني اسيل، لما عم نحكي عن موضوع الارهاب وموضوع التطرف، يعني هاي امور انيه واصبحت هلا الكل
عم بحاول انه يدافع عن هذا الموضوع ويحاول انه يعزز من قدره الشباب اللي هم اصلا احنا بنعرف المجتمع هو مجتمع الاردني مجتمع فتي، يعني اغلبه شباب احنا عايشين يعني فيكم. فاذا بدنا نحكي اسيل على موضوع المشاكل الاخرى، اكيد اختلطتي مع شباب من عمرك، صبايا من عمرك، شو بتحسي المشاكل اللي هي ممكن يواجهها الشباب واللي لازم يتسلح بكثير من التفاصيل حتى يقدر يواجهها، ما يضل يقول انه احنا بنعاني من هاي المشكله، احنا بنعاني من هاي المشكله، لا، بدال ما نضلنا نلعن الظلام نضوي شمعه. صح. ايش بتحسي المشاكل اللي انتم بتعانوا منها جيلكم واللي حاولتوا تسلطوا عليها الضوء بالمعسكرات؟ شوفي هسه انا بدي اضيف شيء للمعسكرات اللي انا استفدت منها. انا اول ما رحت على المعسكر بعد المعسكر اتاحت لي فرصه رائعه اني التقي مع معالي وزير الشباب شخصيا، فهو حتى كمان تذكرني لما كنت انا بالمعسكر، يعني انا كنت اللي اشرح لهم، فكان يوم العالمي للشباب، فكان مؤتمر بعمان تابع لوزاره الشباب، اتاحت لي فرصه اني التقي معه، حتى انه يوميتها طرحنا مشاكلنا كشباب ايش بنعانيها، ومثل كل حدا محافظته بشكل عام كان 200 حدا حضور، فكان هو بنصنا كهيك، كنا قاعدين زي هيك دائره، وكان هو بنصنا بنحكي معه وبنتناقش وهو بيسمع منا، وحكى لنا انه هو بيقدر يحل مشاكل وبيقدرش يحل مشاكل. الحلو بانه احنا نطرح مشاكلنا بغير عن الوزارات اللي سبقت. انا طبعا بحترم كل الوزارات وكل الوزراء اللي سبقوا، لكن انا بصراحه اعجبت بشخصيه الوزير، حتى اني والله واحنا جالسين زي هيك جلسه اثنيت عليه حكيت له من اجمل الوزراء اللي مروا، لانه من جد بتحسيه قريب. يعني انت لو كنت تعاني مشكله ما راح تروح تستحي منه، ما راح تروح تصدي او انك بدك بس تبيني صوره ايجابيه، بالعكس في شيء عندنا سلبي في شيء عندنا ايجابي، احنا لازم نبين البنيه التحتيه لنا. احنا كشباب بنعاني من مشكله، انا عانيت كممثل لمحافظة البلقاء حكيت عن عدم الوعي، بس احنا كشباب نفتقر لمشكلة عدم الوعي، بنكون شباب متحمسين بدنا ننطلق بدنا نطلع، اي جماعة بتقدر تأثر علينا. انا ما بحكي عني انا كفرد، 100% عن صحيح. مجتمع كامل متأكد ان هاي المشكلة ما بنعانيها احنا كأردن، بنعانيها كوطن عربي، بنعانيها كدولي، العالم كله بالزبط. اذا ما كان عنده وعي ما بيكون عنده سلاح أكيد. ضد اي شيء خارجي، بيكون انسان هش ضعيف. صح. ممكن يتأثر بأي ظرف خارجي بكل النواحي اللي عم نحكي فيها. والحلو عندنا هسه احنا صار اتاحت عندنا السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا ما فيش فرد هسه ما حوش تليفون ما حوش ايباد ما حوش اي وسيله توصله بالعالم، فصار الجماعات والاشياء هاي بتاثيرها على الشباب بطريقه اكبر. صح. يعني صارت تاثر عليك انت بطريقه اقوى من انت يعني بجد بتاثر، مش انت تحكي لا انا ما راح ارد على هالاشياء، بس هي اصلا بتفوتك ما بطريقه مباشره، بتفوتك بطرق، ممكن تكون بين صاحبتك، بتكون من طريق تقرب حدا منك. صح. بطريقه غير مباشره. فانا عرضت هاي المشكله انها جد مشكله، احنا هسه مشكله واقعيه. هسه احنا الحمد لله يعني احنا الاردن بنعم بامن وامان والله يديم مع الامن. امين. والمشكله انه كل الوطن العربي اللي حوالينا كله صراع، كلها حروب أهلية. صح. فإحنا هسه زي إحنا مهددين بأنه يصير عنا أي إشي. فأنا وجهت له رسالة أنه كنا بنحب الأردن بس مش كنا بنخاف على مصلحتها، وغير هيك أنه إحنا لو أنا وإنتي وزميلي كان كنا عنا توعية كنا موعيين، طب خمسة بخمسة بخمسة إحنا كنا صار عنا توعية ما ضلش عنا جهل. صح. فلما إحنا نوعيها ندخلها بالمناهج، كان بندخلها بطريقة غير مباشرة، بنطلع الشباب سفرات بنطلعهم، مش شرط أنه نظام التقليد العادي بأنه نقعد ومحاضر واحد يجي يحكينا. انا بالنسبه لي اجي احكي لك محاضره راح ازهق منها من ثاني دقيقه يبلش المحاضر. صح. مش مشكلتنا المحاضرات، مشكلتنا الوعي اللي هو بزرعه فينا. فانا من جد احيي، هاي ثاني تحيه اوجهها لمعالي وزير الشباب من قمه اعجابي فيه كسماح للشباب. صح. بانهم يطلعوا طاقاتهم. يعني حديثكم لا يمل بصراحه، وانا يعني حابه كثير اسمع منكم اكثر. يمكن ايمن طلب انه بدك انت كمان تشكر معالي وزير الشباب على دعمه لكم، وكمان هي اسيل شكرت قدمت الشكر. بدي اشكركم ايمن الغنميين اكيد مشارك بمركز شباب الشوبك، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله يا ربي تروح على المعسكر وتقدر تقدم كل اللي بتقدر عليه ان شاء الله. وايضا اسيل الحجاحشه كمان مشارك بمركز شابات العارضه، يعطيك العافيه اسيل، ان شاء الله رب تضلكم دائما بهاي الطاقه الحلوه وتقدروا انكم توصلوا رساله لكل الشباب اللي من جيلكم وتبنوا الوطن. احنا هيك بحاجه لشباب زيكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيكم. الله.